يا هلا والله وحيا الله كل اللي يشوفونا على روتانا خليجيه في حلقه جديده من ساعه شباب بنكون معاكم فيها عشان نسولف نستانس وناخذ اخر الاخبار وهذا اللوجو حقنا مستمتعين ومستانسين فيه واكيد حنكون معاكم ان شاء الله دائما خلال هذه الساعه بكل جديد وبكل ما هو مهم لكم كشباب وبنات وايضا اوقات يعني بتلامس بعض الفئات الاكبر سنا يعني الاباء والامهات وايضا عشان نراعي ظروف صغار السن اللي معانا في البيت. مساء الخير عليكم، مساء الخير يا لميا. مساء النور عليك تراد اكيد ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا خليجيه في بدايه حلقه جديده من برنامجكم اليومي ساعه شباب اللي بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتميزه والمتجدده واكيد اقول لكم ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب. ويعني بكل حب دائما بنجيب مواضيع بنحاول انه احنا يعني نشوف ايش اللي صاير في يعني في حياتنا او في البلد او من الناس اللي حولنا اللي بيواجهوا بعض المشكلات خصوصا في وجود كثير من يعني خلينا نقول تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وفيها كثير من الاخذ والعطاء وفيها كثير من الاشتباكات اوقات وقد تصل احيانا ما بقول غالبا ان شاء الله اقوله سلبي احيانا الى تعديات لفظيه وتحديدات اوقات الواحد ما يحس نفسه في حاله استقرار هنا في نقاط كثير لابد انه نعمل عليها كويشن مارك وعلامات تعجب عشان نعرف ايش نسوي. اكيد طبعا تراد انت شكلك بتقصد انه التهديدات ممكن تصير سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحمد لله انه من المعروف انه الان اصبح في قانون جرائم الكترونيه واللي يعاقب على مثل هذا الامور في كثير من الدول وايضا في المملكه اللي كثير مننا ما كان يعرف انه فعلا في عقوبات لهذول الاشخاص اللي ممكن يبتزوك على مواقع التواصل الاجتماعي او يهددوك او يتعدوا على خصوصياتك او احيانا ممكن يسبوك ويقذفوك في العلن وبنشوفها كثير في الكومنتس الموجوده في انستغرام في تويتر كثير من الاشخاص اللي بيحاولوا انهم يقذفوا هذول الاشخاص وخصوصا اتوقع تراد المشاهير كثير هم اللي بيتعرضوا لمثل هذه الامور وبنسمع صحيح. قضايا كثير ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي في اخر قضيه كانوا بيناقشوها على مواقع التواصل الاجتماعي انه مواطن يرفع قضيه على مواطن اخر وصفه بالكذاب طبعا في احدى مجموعات الواتساب وبعد كذا من المتوقعات بصدور حكم حبس هذا المتهم لمدة لا تزيد عن 5 أيام تخيل صحيح هذه حصلت وذكرت أنت السوشيال ميديا برضو ذكرتي حاجة أنه المشاهير هي لا تقتصر أيضا على المشاهير عشان الناس كمان تعي كويس على كل شخص فينا يملك حساب في مواقع التواصل الاجتماعي قد يتعرض لابتزاز أو لتهديد أو لتطاول وأيضا قد يكون هو أحد الناس المريضة هذه اللي بتتعدى بتطاول وما تقدر تملك نفسها برضو من القصص الثانية قريب جدا المحكمة الجزائية في جدة تحديدا أصدرت حكم تجاه امرأة أو مواطنة عفوا بجلدها أيضا وكان الواضح جدا من الخبر أنه هددت تهديد صريح على الواتساب وهذا كان الشيء يعني الناس تعتقد انه عادي انا ممكن اسب اي احد ممكن اتطاول على اي احد ولكن هذا واقع بيحصل وفيه يعني قانون واضح وقوانين واضحه للجرائم المعلوماتيه رمية اكيد طبعا يعني اتوقع بعد اليوم بعد الاشياء اللي راح نقول لكم هي اليوم يعني ايش تشمل القضايا او الجرائم الالكترونيه صدقوني بعد كذا ما راح نشوف اي سب على الواتساب على انستغرام ما راح نشوف اي قذف ما راح نشوف اي تهديد بعد كذا لا للقانون بعد القانون الجرائم الالكترونيه اكيد وسؤالنا كان على هاشتاغ ساعه شباب في تويتر كيف ممكن تتعامل مع التهديدات اللي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلونا نروح نشوف ردودكم كيف معاكم واول الردود موني تقول اكلم اهلي يتعاملوا معاه لانه اذا خرج الموضوع عن السيطره وقته لازم احتاج أحد من أهلي يوقف معاي فأحسن يكونوا عارفين بالموضوع من قبلها حلو يا موني عهد تقول ما أسهل البلوك والتطنيش يعني من الآخر طنش تعش وريح راسك وتحياتي لكم لولو وطراد وأكيد تحياتنا لك يا عهد بس صدقيني الطناش أحيانا ما ينفع مع الأشخاص الغلط ويزود المشكلة أوقات يعتبروا ضعف أروى تقول تهديد ودليل على ضعف وخوف تطنيش على تغبيش يا معلم وعيش اوكي لو زودها وعكر مزاجي وصفي يومي
اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الحراس، ايش هذا الفتوة ولا ايش هذا؟ الله عليك يا عرب. طيب مريم تقول ما اخاف منه وما يهمني وابلكه، اذا كنت متضايقه وهو زادني ضيقه ممكن اقلبها عليه، اصور الشاشه وابلغه اني حبلغ عليه وفكر انا في خوف. الله انت ما في خوف ابدا يا مريم. مرام مانور تقول بلوك، واذا الموضوع كبر وصار جد ابلغ اخوي الكبير وهو يتصرف، بس عموما ما عندي شيء مهم حتى اتعرض للتهديد لاني محافظه على خصوصيتي. يا سلام عليك. مو شرط ابدا يا مرام، ابدا مو شرط انك تحافظ على خصوصيتك. لا لو في ما تتعرض لهذه الجرائم الالكترونيه، لو كله برايفت ما حد الا خلال الواتساب. هو بس الواتساب الوحيد. ايوه صح. جوجو ايش تقول؟ ما قد تعرضت لتهديد قبل كذا الحمد لله، واصلا ليش يهددوني؟ اذا احد هددني ما اتناقش معه، اقرب بلوك يمحيه هو وتهديده. حلو يا جوجو. كيف بس فين حقوقك؟ فوق مستواك. تقول عن نفسي انا راح اخليه ياخذ راحته، ولو عنده شيء ما كان هايط. انا ما اخاف من شيء وما اسوي شيء عشان الناس تمسكه، واللي يبي يلوي يدي اقطعها. حلو أوف. حلو فعلا. عجبني القوه. شديد. سلافه تقول التهديد بحد ذاته جريمه يعاقب عليها القانون، لذا ان اصبح الامر جدي راح ابلغ للجهات المسؤوله. الله عليك يا سلافه، يعني سلافه هي الوحيده اللي قالت راح ابلغ عليه وما سمعت كلام الباقي. ايش البلوك يا جماعه؟ ما يكفي البلوك بعض الاحيان مع الاشخاص، يعني في اشخاص حقيقي تحتاج انك ما تسوي لهم بلوك، لا تبلغ عليهم وانت مبسوط وتضحك كمان. واذا تكلمنا عن انواع الجرائم الالكترونيه او ايش هي اهم الاشياء اللي تندرج تحت انواع الجرائم الالكترونيه، ممكن نتكلم عن ابتزاز، او احيانا ممكن يكون انتحال شخصيه، او الحصول بطرق غير الشرعيه عن معلومات خاصه فيك كرقم سري، ايميل سري، اشياء مثل الهاكرز اللي بنشوفهم كثير. صحيح. في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ما شاء الله الهاكرز لو يعرفوا قديش بيعاقبوا على الاشياء اللي هم قاعدين يسووها، اتوقع انه بعد كذا يوقفوا يعني تهكير. هو في يعني في ناس تعرف كويس ايش حيتحتم عليها لو حاولت تهكر او تتعدى الاخرين، ولكن للاسف في بعضهم يعني مرضى قلوب ما يقدروا انهم يسيبوا هذا الموضوع، وفعلا جبلوا على هذه الحياه، طريقه المعيشه هذه. عموما هي في 5 نقاط بس على السريع نذكرها عشان تكونوا في الصوره، ويعني لازم نحطها بعين الاعتبار لو كان في حاله تعرض للابتزاز مهما كلف الامر. التوقف تماما عن الارسال لاي مقاطع او صور فاضحة، ولو طلب المجرم هذا الموضوع، هذا في حالة الابتزاز اللي ذكرتيها لميا، نتوقف تماما انه احنا نتعاطى مع المجرمين تماما. صحيح. 2 نحاول نماطله بحيث انه احنا بس نسحب رجله زي ما يقولوا عشان نقدر نجيب خبره. ايضا عندنا ما نتخذ اي قرارات فردية خطيرة، لاحظنا لميا اغلب يقول حقول قرارات اخوي الكبير. صحيح. او احد كبير. فهذه جدا مهمة، لازم تبلغ الجهات الرسمية ايضا، وتكلم ايضا الناس الاعلى من الاكبر منك سنا. نتذكر دائما انه في جهات رسمية، لانه في اوقات الناس تنسى هذا الشيء، انه عندهم خبرة عالية جدا. وحتى على البنات يا جماعة الخير ترى بيصير الموضوع بسرية تامة. صحيح. الناس تقول لك اخاف من الفضيحة، يا حبايب القلب ترى والله بتصير بسرية كبيرة، ويعني مشكورين الجهات الأمنية واللي مكافحة الجرائم المعلوماتية بيسووا مجهودات كبيرة جدا، لكن احنا بس خلينا نحط ثقتنا فيهم. آخر حاجة وخامس شيء اللي هو التوجه إلى استشارة محامي في البلد اللي أنت فيها، وغالبا هنا يعني في ناس كثير ممكن يساعدوا، لكن انتقوا المحامين الصح. صحيح طراد، يعني تصدق بحكيك على موقف صار معايا أيش. من مواقف الجرائم الالكترونيه، وطبعا جاني كذا شويه سب على شتم في الانستغرام. ايش سويت؟ ايش تتوقع اني سويت؟ سكرين شوت على الكلام كله، وتكلمت وحطيت بوست في انستغرام وسناب شات انه هذا الكلام راح يروح لموقع الجرائم الالكترونيه، وانا بلغت على صاحب الحساب هذا، وان شاء الله القانون راح ياخذ مجراه في الامور هذه وحتروح فيها اللي اتكتبت الكلام. ذكرتني نفس الحادثه قبل سنه، صار لا والله سنتين تقريبا، نفس الشيء سويته، اعتذارات لسه كنت بقول لك هي ايش سوت بالضبط؟ قاعده تعتذر وتتاسف والله يخليكي وانا ما كنت اقصد، وصار الكلام السب والشتم راح وانقلبت الايه وصار كله كلام حلو. يا الله يدل على ايش؟ يدل على انها عارفه عواقب الامر اللي بتسويه، بس هي ما عليها، حسبت انه الواحد حينسى. صحيح. الطناش ما ينفع اوقات. خلونا نروح نكمل ردودكم ونشوف ايش راح تسووا مع غاده الشهري. تقول صراحه الشرطه الالكترونيه ما تقصر، اصور الشاشه واقدم بلاغ وهم يتصرفوا، او اعطي بلوك واريح راسي. والله عليك يا غاده. هذا كلام غاده، لكن كلام مين؟ يعني ايش يعني؟ اللي بعد غاده. هذا كلام غادي، كلام عائشة تقول والله عن نفسي أنتظر بشوف وش يسوي، وش أكثر
وش كثر هددوني وطلع ما عندهم ما عند جدتي فعلا غالبا ما يكون شكلك متعوده يا عائشه. لينا حاتم تقول يا جبل ما يهزك ريح، الله حبيت. شكرا لينا. ناصر اوقات القوه ترى حلوه الواحد يستمتع فيها. ناصر يقول اصمت وابتعد وكاني لم ارى شيئا واتقي شر كل من له شر وطنش تعش تنتعش. لا والله يعني حلو حياتك كثير. بس انتبه سكتنا كثير ناصر. ما ينفع ابدا ما ينفع. اي ميدو تقول الصراحه حطنش واذا مره زاد الازعاج عن حده حاطيه بلوك. ممكن وجهة نظري يا ايمن هذه عشان يريحوا راسهم منها فعلا. لجين تقول المهددين غالبا ليسوا اصحاب حق، لذلك صرف النظر عنهم من افضل الحلول. بالمختصر اسمع جعجعه ولا ارى طحنا. حلو يا لجين، وجهة نظر ممكن تكون. دينا طريقي تقول راح ابلغ الجهات المختصة اللي تقدر انها توقفهم عند حدهم طبعا، والله لا يبلينا ولا يورينا شيء زي كذا ويسلي مساكم طراد ولولو اكيد مساك يدينا. هذه كانت طبعا اخر ردود اللي معانا اليوم من هاشتاج ساعة شباب في تويتر. ايش رايك؟ يقولوا لي ايش بك مكشر؟ ماني مكشر بس الموضوع حقيقي يضايق. يعني تخيل بالله احد حولك يكون عنده نفس المشكله هذه. على فكره احنا ذكرنا 5 نقاط بالنسبه للبنات اذا كان في ابتزاز، في نقاط مره واضحه. الشباب على فكره موضوعكم اسهل بكثير لانه في تعاون كبير بيصبح ما بينكم وما بين الجهات الخاصه، ف لا تشيلهم. ابغى اعلق على حاجه مره مهمه. اغلبهم قالوا اطنش 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 بالضبط. اطنش هذا كمان اللي مزعلني. ايوه هذا الشيء ليش مضايقني؟ لانه الطناش اوقات معناته ضعف، اوقات معناه اوقات يعني انه انا ما اعرف ايش حقوقي، اوقات يعني انه انا اخاف من هذه التجربه لا يكون له مثلا يد ثالثه ولا رابعه ولا خامسه في الاماكن الثانيه. ابدا لا تخافوا، يعني خلوا لك خلوا عندكم ثقه لانه القانون عندنا واضح جدا. ويعني ايش ما كان زي ما قالت لمي سكرين شوت على الكلام باسم حسابه، والمفروض طبعا يكون اسم حساب يعني اسم معروف واضح. أيوة. وهم يتصرفوا مع هذا الحساب، فابدا لا تترددوا في انكم تشتكوا الناس اللي عليه اللي ممكن حقيقي يعكروا صفو يومكم. ولا ليش يعني على ايش انا اقرا كلام سلبي؟ من جد طراد مو بس كذا، هو ممكن احيانا يكون خوف، وبعض الاحيان ممكن يكونوا هم اشخاص جدا مسالمين مع نفسهم. يعني انا من الاشخاص اللي جدا مسالمه، ولكن اذا يعني تهزلي على طرف ما اسكت على حقي ابدا، وبالعكس يعني ناس انا ما سويت لهم اي شيء اكون في هذا الوقت مظلومه واسكت على ظلمي؟ لا طبعا ما راح اسكت. في النهايه كثير ما يعرفوا فين يبلغوا عن جرائم الإلكترونية. حقول لكم فتدخلوا بالضبط في خدمة أبشر، تدخلوا على خدمة أبشر ومن بعدها تعملوا تسجيل دخول لحساباتكم الخاصة في خدمة أبشر، وبعدها تروحوا لخانة الخدمات الإلكترونية حتلاقوا في الأمن العام وبعدها الجرائم الإلكترونية. سجلوا كل هذه النقاط اللي قلت لكم عليها، وفي خانة الجرائم الإلكترونية تقدروا أنكم تبلغوا على كل الجرائم اللي ممكن تتعرضوا لها في حياتكم. وخلي بس أعطيكم يعني حاجة بسيطة من خبرة ومن كذا تجربة عديت فيها شخصيا. غالبا هذه المواضيع الابتزاز والتهديدات لما تيجي تبلغوا ويصير في شكوى غالبا ما تكبر السالفة ولا يصير اسمكم يعني في قضية أو حاجة. لا تشيلوا همها، هي تنتهي بطريقة ذكية من الجهات المختصة بحيث أنكم أنتم تكونوا مرتاحين. فيعني ما راح يعني تسبب لكم ولا قد كذا، بالعكس حتكونوا مرتاحين وبالعكس حيكون عندك ثقة كاملة أنه أنا والله أخذت حقي وعرفت كيف أخذ حقي بالشكل الصحيح، والحق دائما ينتصر في الأول والأخير. أكيد طبعا، ودائما أقول لهم اتقي شر الحليم إذا غضب، لا تغركم الأشكال أبدا. تعرفوا أنه هذا الحليم إذا غضب يا ويلكم منه في النهاية. أتحكيني من جد. أمو مشاهدينا مكملين بفقرات ساعة شباب ولسه باقي الكثير معاكم بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد.